من الشرق إلى الغرب، الاقتصاد يحرك العالم. أنا مايا حجاج وهذه رحلتنا معكم في شرق غرب مع بلومبرغ. إذن في أجندة الأسواق هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية أمام الكونغرس الأمريكي وسط توقعات بأن يؤكد فيها موقفه بضرورة التحلي بالصبر في تحديد موعد خفض الفائدة بعد أن أظهرت بيانات التضخم الجديدة أن ضغوط الأسعار لا تزال مستمرة. كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع إصدار الفيدرالي تقرير The Beige Book إلى جانب تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. وفي منطقة اليورو سيكشف اجتماع المركز الأوروبي هذا الأسبوع عن التوقعات الفصلية الأولى للعام والتي قد تشير إلى اقتراب خفض الفائدة خلال الشهور المقبلة. أما في المنطقة، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن صفقة رأس الحكمة ستعزز سيولة النقد الأجنبي، ما يسهل تحريك مصر لسعر صرف عملتها والحد من انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية. لنبدأ من تداولات السوق السعودي. إذن في جلسة هذا اليوم كيف بدت التداولات؟ السوق كانت على تراجع في بداية الجلسة، مع نهاية التداولات المؤشر يتراجع بنصف النقطة المئوية، بينما مؤشر نمو على ارتفاع بواحد ونصف المئة في نهاية جلسة هذا اليوم. يعني منذ بداية الشهر الماضي شهد ارتفاع في مؤشر السوق السعودي بحوالي 7% خلال شهر فبراير، وبداية في مارس على بعض التراجع إذن بحوالي نصف النقطة المئوية. لنلقي نظرة على أداء الأسهم والقطاعات في السوق السعودية حتى هذه اللحظة، ومؤشر تاسي إذن على تراجع بنصف النقطة المئوية منذ بداية اللحظات الأولى. الساعة الأولى كان فيها بعض الارتفاع ولكن تعكس السوق التداولات وتسجل تراجع. أما بالنسبة لأداء القطاعات، لنلقي نظرة معا إذن على تداولات الأسواق في السعودية ونشوف الأسهم اللي فيها نشاط. طب هيدا القطاع المصرفي على تراجع 1% يضغط على المؤشر. ماذا عن قطاع الطاقة؟ كيف يبدو أداء قطاع الطاقة في نهاية أو مع اقتراب نهاية التداولات؟ نتذكر يعني أنه السوق أمامها حوالي ربع ساعة قبيل إغلاق التداول على الأسهم. الطاقة في تراجع ب 14 النقطة المئوية، وأيضا قطاع المواد الأساسية. في الأسبوع الماضي كان هذا القطاع يتعرض لضغوط خاصة بعد النتائج السابق، القطاع على تراجع حوالي نصف النقطة المئوية. ولكن يعني منذ بداية شهر فبراير، على الرغم من التراجع في آخر الأسبوع آخر أيام الأسبوع، إلا أنه يسجل ارتفاع ب3%. هذا بالنسبة لأداء المؤشرات. ماذا عن الشركات السعودية؟ نتحدث عن أبرز الشركات السعودية ونتائجها. فقد قفزت أرباح زين السعودية بنسبة 130% لتصل إلى نحو 1,270,000,000 ريال بنهاية عام 2023، متجاوزة التوقعات والبالغة 1,050,000,000 ريال نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس والخدمات الرقمية، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح النقدية على المساهمين عن 2023 بواقع 50 هلالة للسهم دون تغيير عن توزيعات العام السابق. زين السعودية يتعرض لخسائر منذ بداية التداولات لهذا اليوم وتراجع ب6% تقريبا مع اقتراب نهاية الجلسة. ونحن نراقب هذه الأسهم منذ بداية التداولات اليوم. أيضا تراجعت أرباح شركة بوان بنسبة 16.4% بنهاية العام الماضي لتصل إلى 136,000,000 ريال، متأثرة بانخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية. السهم على تراجع بتقريبا كمان 3%. اليوم الصورة فيها تراجع بالنسبة للعديد من الأسهم. أيضا سينومي سنترز أكملت طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي بعائد 9.5% وأجل الاستحقاق 5 سنوات، وذلك بهدف إعادة تمويل صكوكها القائمة والمصدرة عام 2019 على ارتفاع بعشري النقطة المئوية. ولو أنه مع نهاية الجلسة أيضا قلص الارتفاع، حتى الأسهم التي كانت بدأت على بعض الارتفاع عادت لتنهي الجلسة على تراجع، يعني واللي ارتفعت تخلص الارتفاع مع نهاية تداولات هذا اليوم. هذا كان اتجاه
السوق. أما في أخبار الشركات في سوق نمو، وقعت شركة جاز العربية عقدين بقيمة 598 مليون ريال مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء لخطي أنابيب غاز القصيم وطيبة، مع توقع الآثار المالية في عامي 2024 و2025. السهم على ارتفاع اليوم بأكثر من 15% بالنسبة لأداء السوق. إذن نتحدث عن السوق السعودية. أحجام التداولات في الأسابيع الماضية رأينا انتعاشة ملحوظة في أداء السوق السعودي على مدار الأسبوع الماضي، وفي آخر أيام التداول أيضا خلال الأسبوع الماضي. إلى السوق المصرية لنلقي نظرة على أداء هذه المؤشرات في السوق المصرية، كيف بدت مع بداية تداولات اليوم. المؤشر السبعين كان أنهى الشهر الماضي على بعض الارتفاع، اليوم الاي جي اكس 70 يسجل تراجع بعشر النقطة المئوية مع نهاية أو مع اقتراب نهاية التداولات، بعد في تقريبا 25 دقيقة قبيل نهاية الجلسة. أما الاي جي اكس 30 فبعد أن كان بدأ على بعض التراجع في بداية التداولات، كان هناك ضغط من بنك التجاري الدولي في السوق، ولكن يعود يعكس الاتجاه ويسجل ارتفاع بحوالي 17 النقطة المئوية مع نهاية الجلسة، هو فوق 29,000، ينهي الجلسة فوق هذا المستوى مع نهاية تداولات اليوم، بعد أن كان أنهى فبراير دون مستوى 29,000. يبدأ الشهر الجديد، يبدأ مارس على بعض الارتفاع. الاي جي اكس 100 على ارتفاع بعشر النقطة المئوية، وهو الأوسع نطاقا. أما بالنسبة لأخبار الشركات في السوق المصرية وآخر مستجدات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، فقد ارتفعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية هامشيا بنسبة 4.6% في 2023 لتصل إلى 6 مليارات و800 مليون جنيه مقابل 6 مليارات و500 مليون جنيه في العام الذي سبق. السهم يسجل ارتفاع بأكثر من 5% منذ بداية العام، ارتفاع ب 90% على سهم إعمار مصر. وأيضا إذا نظرت إلى اللون البرتقالي على الشاشة، النشاط ملحوظ في الشهر الأخير، في شهر فبراير نشاط مرتفع على سهم إعمار مصر. إذن هذا بالنسبة لهذا السهم. غير من الأخبار، تعاونت ذراع التأجير التمويلي لمجموعة بلتون القابضة مع عدد من المؤسسات المالية المحلية غير المصرفية في إتمام صفقة تخصيم لمصلحة شركة ريدكون بروبرتيز للتطوير العقاري، وقامت بلتون خلالها بتغطية نحو 44.6% من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 925 مليون جنيه. بلتون المالية على بعض التراجع اليوم، وأيضا في الأداء السنوي منذ بداية العام وحتى الآن تراجع ب21 النقطة المئوية. أيضا من أخبارنا، قررت القاهرة للإسكان والتعمير تقديم عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة والمجموعة المرتبطة حتى 90% من رأس مال المتحدة للإسكان والتعمير. ليس هذا الخبر الذي نتحدث عنه. على كل، اعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بأرباح مستهدفة 4 مليارات و300 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. مصر للألومنيوم على بعض التراجع ب 19 النقطة المئوية، والسهم منذ مطلع هذا العام يرتفع بتقريبا 65%. وأيضا كما نرى في اللون البرتقالي على الشاشة، هناك نشاط ملحوظ على أسهم هذا السهم. أيضا تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهر لأدنى مستوى منذ منتصف يناير في تعاملات نهاية الأسبوع، وذلك بعد استلام مصر نحو 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة، فيما انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات لأقل من 6% في ختام تداولات الجمعة. وبحسب وكالة فيتش ريتينج للتصنيف الائتماني، فإن اتفاق رأس الحكمة يوفر متنفسا للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة. فيتش شددت على ضرورة التقدم في الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد وخلق قطاع تصديري أكثر قدرة
على المنافسة. إذن هذه العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهر، يعني هذا يشير إلى تحسن في قيمة الجنيه المصري. ينضم إلينا من القاهرة محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أهلا بك أستاذ محمد. نتحدث عن هذه الأرقام التي صدرت، يعني ونحن نترقب منذ الأسبوع الماضي الأخبار المرتبطة بصفقة رأس الحكمة. بدأنا في الأسبوع الذي سبق بقيمة الصفقة 35 مليار دولار، وأنهينا الأسبوع الماضي يوم الجمعة باستلام مصر ما مجموعه 10 مليارات دولار. هذا المبلغ إلى أي درجة أضاف ثقة في الأسواق المصرية، وماذا يعني مستقبلا لأداء الأسواق بعد هيك؟ يعني نحن عم نحكي عن ثقة، نحن نعلم أن هذه الأموال هي لصفقة رأس الحكمة للاستثمار فيها، ولكن طبعا حتحرك السوق. كيف برأيك لهلأ بين الصورة؟ بالتأكيد الدخول المبلغ ده مهم جدا، وتوقيت دخوله كان يوم الجمعة، وكان ده نفس يوم استحقاق إحدى إصدارات السندات اليورو بونز المصرية، كانت تستحق في 1 مارس. فأعتقد كمان التوقيت كان مناسب جدا، لأن يعني أكيد سدد منه الجزء منه الاستحقاق اللي كان واقع. وأيضا الأمر الهام جدا هو استعادة الثقة، لأن واضح زي ما كنا بنتكلم قبل كده أن السوق الموازية لسعر الصرف هي سوق هشة، كانت قائمة بدرجة كبيرة على المضاربات، وبمجرد الإعلان عن الصفقة بدأ يتحسن سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار. والنهاردة يمكن قبل الهوا تقريبا كان السعر وصل حوالي 41 جنيه أمام الدولار بالسوق الموازي، يعني من 70 تقريبا حوالي من 70 ل 41 عما كانت عليه، من 70 ل 41 يعني تقريبا يعني 40% انخفاض يعني. فده الحقيقه يعني بيدي مؤشرات جيده زي ما حضرتك عارفه ومتابعه برضو موضوع اليورو بونز المصريه. الاسعارات القريبه بقت تتداول تقريبا بالبار فاليو، معناها ان استردت جزء كبير من الخسائر اللي كانت تعرضت لها. وايضا زي ما حضرتك تفضلتي الفيوتشر كونتراكتس على الجنيه المصري يعني انخفضت بدرجه كبيره، وبالتالي يعني ده بيعكس انخفاض درجه المخاطر. اعتقد الخطوات القادمه يعني سنشهد تحسن في الريتنج، وده مهم جدا في المرحله القادمه. وحتى قبل ما يحصل دوت احنا بدانا نشوف استثمارات اخرى، بدات نسمع عن صفقات في صناعه الهيدروجين الاخضر والاسمده من خلاله، صفقات في محطات الطاقه الجديده المتجدده، صفقات ايضا في الاستحواذ على يعني فنادق والأرض الخاصة بمقر الحزب الوطني سابقا، سيتم تطويرها بمعرفة شركة إماراتية برضو من الشركات الكبرى بحجم استثمار حوالي 5 مليار دولار. فكل هذه الأمور بتدي إشارات إيجابية، وأعتقد أن يعني زي ما كنا نقول دائما المستثمرين واقفين برا على الخط منتظرين اللي هيحصل في سعر الصرف، ده مؤشر هام جدا. فاللي حصل في تراجع السوق الموازيه ده يتيح للبنك المركزي الفرصه اذا كان في يعني عمليه مرونه اكتر في سعر الصرف هيكون الفاتوره محدوده، واعتقد هتوجه اغلب الاموال لسداد الفجوه القائمه او الافراج على البضائع الموجوده في الجمارك او سداد الاستحقاقات القائمه على مصر سواء لسندات او ديون او غيره. طب في هذه الحالة إلى أي درجة هناك أهمية لهذه الخطوة؟ إلى أي درجة ستقوم بدعم الاستثمار في الجنيه في المرحلة المقبلة؟ هل سيكون بالفعل هناك توجه نحو المزيد من الاستثمار أو ربما المزيد من إصدار لشهادات ادخار جديدة بالجنيه المصري بعوائد قد تكون أعلى؟ يعني سمعنا بعض التقارير تقول بأننا سنرى إصدارات بعوائد حوالي 35% بالمقارنة أو بعد نجاح الإصدارات اللي كانت ب 27% عوائدها، ما رأيك؟ لا أعتقد أن البنك المركزي هيرفع التكلفة على البنوك اللي بتصدر الشهادات إلى هذه الدرجة، لكن قد يكون هناك إصدارات أخرى، يعني 27 دي لمدة سنة، فشورت تيرم مقبول أنك تعملي فيه حاجات غير عادية، unusual يعني interest rate لفترة محدودة. ولكن لا اعتقد تصل لهذا المستوى. الامر الهام جدا هو عوده الثقه وبدء تدفق الاستثمارات، وايضا تراجع حده المضاربه، يعني المضاربه والتحوط من خلال شراء دولار او غيره،
هذا الأمر هو اللي كان ليه أكبر الضرر على الاقتصاد في هذه المرحلة. فأعتقد أن بدأ يحصل نوع من البانيك في السوق الموازية، وبدأت كل واحد عنده دولار محتفظ به أيا كانت تكلفته بيتخلص منه بأي سعر، وبكده ممكن نلاقي أن في حصل نوع من التوازن بين المستهدف للبنك المركزي كسعر مرن وما بين العرض والطلب في السوق. والمهم جدا برضو ان بعض العوائد اللي كانت متراجعة زي مثلا تحويلات المصرف في الخارج كان حصل تراجع كبير فيها، وطبعا انتظارا لان يكون في سعر متوازن مع السوق الموازية، لان في ناس كتير ما بتحبش انها تبيع برضو من خلال سوق غير رسمي او سوق يعتبر مخالف للقوانين. فأعتقد من الممكن أن يحدث تدفق في تحويلات المصرف في الخارج، وده شيء مهم جدا لأنها تراجعت بدرجة كبيرة، يعني كان متوقع 35 مليار وصلت على مثلا 24 مليار، في حوالي 10 مليار دولار يعني اختفوا من السوق. اللي بقوله كمان أن الصفقة دي تقريبا رجعت الوضع لما كان عليه في بداية 22، يعني موضوع قبل الحرب بعد الحرب الأوكرانية الروسية مباشرة في 22 مليار خرجوا من الاحتياطي بتاع المركزي او خرجوا من الودائع الموجوده، وبالتالي اعتقد زي البطاريه اللي فضيت ورجعنا حطينا بطاريه جديده، يعني شغلت رجعت التوازن مره اخرى للاقتصاد. نعم، شكرا لك محمد ماهر رئيس الجمعيه المصريه للاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره، اهلا وسهلا بك. لنلقي نظرة على أداء الأسواق الخليجية لهذا اليوم، نذكر أن أسواق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، وبورصة قطر اليوم مغلقة في عطلة للمصارف. أما بالنسبة لمسقط فارتفع 1.4% منذ بداية التداولات اليوم، سوق مسقط كان فيها ارتفاع، إذن ارتفع ب 1.14 نقطة مئوية، حتى كمان أحجام التداولات كانت جيدة. أما سوق الكويت فتنهي تداولات اليوم على نوع من الثبات بعد 4 أشهر متتالية من ارتفاع. الكويت أنهت شهر فبراير أيضا على ارتفاع، تحسن ملحوظ في أداء القيم في سوق الكويت وأيضا المؤشر. التراجع فقط 3 نقاط في نهاية التداولات. أما هذا بالنسبة لسوق الكويت، نتحدث عن المؤشر العام ومؤشر السوق الأول. في بورصة البحرين كانت أحجام التداولات متواضعة نوعا ما، ولكن في نهاية الجلسة ارتفاع ب0.25%. هذا بالنسبة لأداء الأسواق. ماذا عن اقتصادات المنطقة وما هي آفاق هذه الاقتصادات؟ ماذا نتوقع أن يحصل في الفترة المقبلة؟ وما هي المؤشرات التي يعطينا إياها أو تعطينا إياها اقتصادات هذه الدول وأسعار النفط المرتبطة في مع موازنات هذه الدول؟ ينضم إلينا من المنامة دكتور يارمو كوتيليان المستشار الاقتصادي في تمكين، أهلا بك دكتور يارمو. نتحدث عن المحركات، برأيك ما هي أبرز محركات الاقتصادات الخليجية في الفترة المقبلة، وأيضا إذا ما أمكن أن نقارن بين هذه الاقتصادات والمحركات في كل منها؟ بالنسبة للمحركات القصيرة الأجل لاقتصادات الخليجية، يمكنني القول بأنه بشكل عام لدينا دورة اقتصادية إيجابية. المحركات الدورية التي بدأت بأن تتحول إلى توجه إيجابي، الاقتصاد العالمي يبدو بأنها قد تجنب هذا الهبوط الصعب الذي كنا نتحدث عنه. لدينا مرونة في نمو، ولدينا المزيد من التحفيز مثل في بعض الدول مثل الصين، وبشكل عام يتوقع من الاقتصاد العالمي بأن يسجل بعض النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وما من شك بأن المعركة ضد الضغوطات التضخمية لم تنتهي بعد، إلا أننا أحرزنا تقدما جيدا، ولدينا توقعات تبين أنه في مرحلة ما من هذا العام سوف نشهد خفض لأسعار الفائدة، وبيئة السيولة سوف تتحسن، ومن الواضح أيضا بأن تكلفة رأس المال سوف تنخفض، مما سيعني زيادة الطلب على رأس المال. السوق النفط دون أدنى شك يتأثر بكل ما يحصل، أخذين التقلبات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية المعروضة والطلب وعدم اليقين حول هذا الموضوع. بشكل عام التوقعات هي أنه بعد عام حيث أن النمو كان قد انخفض قليلاً
في دول الخليج بسبب خفض الإنتاج من قبل أوبك، إلا أننا سوف نبدأ بأن نشهد نوع من إعادة التوازن، الارتداد ليس بارتفاع قوي ربما، ولكن على الأقل لن يكون لدينا أي تأثيرات سلبية كما كان الوضع من قبل. ولكن في نفس الوقت لدينا مجموعة من المحركات الهيكلية التي بدورها سوف تؤثر على النمو. وفي الحقيقة الواقع هو أنه لدينا ثقة كبيرة في التوقعات الاقتصادية وأفاقها بسبب الرؤى المعتمدة والاستراتيجيات المعتمدة من قبل حكومات هذه المنطقة، والتي قد تمكنت من أن تفك الارتباط بين النمو الاقتصادي ودورة أيضا أسعار النفط، النمو الذي كان يقوده القطاع في البداية قطاع النفط، ولكن بعد التنويع لدينا نمو ناجم عن الارتفاع في الانتاج خارج القطاع النفطي. لدينا أيضا نبيئة دكتور يارمو. دكتور اسمح لي، عندما نتحدث عن الاختلافات أو التوقعات للنمو، خلينا أسألك عن الاختلافات بين اقتصادات هذه الدول. عندما نتحدث عن ما سيحرك الاقتصادات في المستقبل القريب، نتحدث عن الرؤية المختلفة لكل دولة اقتصادية، ما الفرق بين ما سيحرك السعودية بالمقارنة مع ما سيحرك الإمارات والبحرين والكويت وقطر؟ كل بلد من هذه البلدان فيها محركات غير نفطية مختلفة، ما هي؟ المملكة العربية السعودية تركز بالطبع على نمو مبني على الاستثمار. كنا قد سمعنا عن هذه المشاريع الكبيرة بشكل عام، أيضا الإصلاحات التنظيمية والكثير مما تحاول الحكومة السعودية يركز على حشد المزيد من رأس المال، وذلك تحقيق النمو خارج القطاع النفطي من مصادر أخرى. في دولة الإمارات القصة لا تختلف كثيرا، ولكن نحن نعرف بأن مركز دولة الإمارات الدولي العالمي فعلا يؤثر كبيرا ويزيد من حشد رأس الأموال. في البحرين نحن لدينا مزيج من الاستثمارات، الإصلاح التنظيمي وتنويع الاقتصاد. في قطر نحن أيضا لدينا مرة جديدة العمل بشكل كبير على زيادة النمو وتنويع الاقتصاد. المحركات مختلفة، إلا أنها بشكل كبير ما زالت اقتصادات هذه المنطقة تعتمد بشكل كبير على النفط، وهذا قد آل إلى التقلبات. بالطبع لدينا حكومات جديدة وخطط جديدة ستغير الوضع. طيب دعني أسألك أيضا عن قطاع لا نتحدث عنه كثيرا، وهو قطاع الاستحواذات والاندماجات. هل هذه سوق واعدة في منطقة الخليج أيضا؟ يعني أكبر الشركات العالمية نسمع بهذه القصص فيها. بالنسبة لمنطقة الخليج، هل هناك فرص هنا بالنسبة للاستحواذات والاندماجات؟ نعم، لدينا فرص للدمج والاستحواذ، وقد بدأنا نلتمس المزيد من النشاط في هذا المجال في السنوات الأخيرة. تاريخيا الأمور كانت معقدة لعدة أسباب، أولا التقييمات وصولا إلى التنظيمات وإلى ما هنالك، ولكن أعتقد بشكل متزايد نحن وصلنا إلى مرحلة حيث أنه لدينا توسع في رأس مال أسواق الأسهم، المزيد من الشركات التي تدرج أسهمها، وما من مشاكل في التقييمات. نشهد المزيد من الشركات التي تبحث عن النمو بطرق مبنية على النمو العضوي، هي توسع حصتها السوقية ومواردها من خلال الشراكات والدمج والاستحواذ، وذلك لأن هذه الشركات الكبيرة اليوم تنظر إلى ما بعد دول الخليج وأبعد منها، وهذا يستلزم المزيد من الموارد. دكتور يارمو كوتيلين المستشار الاقتصادي في تمكين كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، أهلا وسهلا بك. شرق غرب مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. بلومبرج انتليجنس ترفع توقعاتها للقيمة العادلة للنفط إلى 85 دولار للبرميل، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد إلى أسواق الطاقة. اختتمت أمس قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أعمالها في الجزائر بدعوة إلى الحوار بين المنتجين والمستهلكين لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار سوق الغاز في ظل التوترات الجيوسياسية. المنتدى أشار في إعلانه الختامي لوجود حاجة ملحة إلى تعاون دولي لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر، كما أعلن رفضه وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية على اعتبار أن ذلك يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيت الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وفيما يتعلق بأسعار النفط، رفعت بلومبرج انتليجنس توقعاتها للقيمة العادلة للنفط إلى 85 دولار للبرميل مقابل توقعات سابقة مطلع العام عند 80 دولار للبرميل، وقالت إن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يدفع السعر إلى أكثر من 100 دولار. أيضا بلومبرج انتليجنس أضافت في أحدث تقديراتها إن التوترات وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية واستمرار الهجمات في البحر الأحمر قد بدأت في التأثير ببطء في أسعار النفط. واعتبرت أن الإشارات المتشددة في الاحتياط الفدرالي والمخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب في أكبر الدول المستهلكة للنفط من العوامل التي تضغط على الأسعار على الرغم من استمرار تخفيضات الإنتاج. وبحسب بلومبرج انتليجنس فإن التوقعات في الأمد القريب لا تزال غير واضحة على الرغم من أن الانتعاش التدريجي في الاستهلاك الآسيوي قد يعزز الطلب ودعم أسعار النفط. لنلقي نظرة على أداء أسواق النفط في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، كانت سجلت ارتفاع في شهر فبراير أسواق النفط على كل هي تتداول في نطاق ضيق بالقرب من 80 دولار للبرميل، 83 دولار و 55 سنت، ولكن بالنسبة للأداء الأخير منذ بداية 2024 هي في هذا الحدود. عوض تضخم الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين تخفيضات أوبك وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل شحنات الخام. في مطلع العام الجاري رفعت وكالة فيتش توقعاتها أيضا لسعر خام برنت إلى 80 دولار للبرميل ومن 85 دولار في التوقعات السابقة بالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولار ل 2023. هذا بالنسبة لبرنت. أما لخام وست تكساس الأمريكي الخفيف فهو عند قرب 80 دولار، 79 دولار وأكثر من 90 سنت بالنسبة. هيدا برنت، برنت 83 دولار و 55 سنت، أما وست تكساس ف 79 دولار و 97 سنت. من هناك إلى العراق وملف صادرات النفط عبر تركيا، إذ نفت شركات النفط العالمية في كردستان العراق التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وأعلن اتحاد صناعة النفط في كردستان والذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم أبيكور أنه لم يتلقى أي مقترحات من العراق أو حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن. وصرح وزير خارجية العراق فؤاد حسين لبلومبرج نيوز أن بلاده قد تعدل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية في محاولة لإعادة تصدير النفط الخام عبر تركيا. ونبقى مع أخبار العراق، حيث قال صندوق النقد الدولي أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك بلس قد يؤثران في الحسابات المالية والخارجية للعراق، مضيفا أن الحكومة العراقية تحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات العامة وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار الخام. كما أشار الصندوق إلى أن تقديراته تشير إلى تحقيق القطاع غير النفطي نموا حقيقيا بنسبة 6% في 2023، متوقعا مضاعفة الدين العام في العراق من 44% من الناتج المحلي في العام الماضي إلى 86% بحلول 2029. ينضم إلينا من بغداد بسام رعد، باحث بالشأن الاقتصادي العراقي وعضو في نقابة المحاسبين والمدققين. أهلا بك أستاذ بسام. دعنا نبدأ من الملف النفطي وخبر أن منتجو النفط في كردستان ينفون الاتفاق لاستئناف التصدير عبر
تركيا، ماذا تعني هذه الأخبار؟ يعني هذا الملف له فترة نسمع فيه كثيرا، المناقشات والمحادثات مستمرة، ولكن حتى الآن لا حل واضح، ما رأيك؟ بالبداية مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. الكل يعلم أن موضوع تصدير النفط الخام عبر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان هو من الملفات الشائكة، وهذا الملف يرتبط ليس فقط في الجانب العراقي، بل أن الجانب التركي هو طرف مباشر في عودة صادرات النفط. الكل يعلم أن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت حكما لصالح الحكومة المركزية العراقية بأن تقوم تركيا بدفع تعويضات تقدم مليار ونصف عن مخالفتها اتفاقية تصدير النفط الخام عبر تركيا. فمنذ تلك الفترة ومنذ آذار من العام الماضي أوقفت تركيا الصادرات، ويبدو أنها تحاول أن تساوم على هذه التعويضات أو إيجاد تسوية سلمية من أجل عودة الصادرات. نعم. في المقابل هذا الموضوع. نعم. في المقابل العراق قام بتعديل موازنته لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا. في هذه الحالة ما الذي يمكن أن يكون الانعكاسات السلبية إذا لم يتم استئناف هذا التصدير؟ بلا شك أن أقليم كردستان تضرر كثيرا، الكل يعلم أن الأقليم توقفت إيراداته المالية، وهذا انعكس على بشكل أزمة رواتب. وفي الفترة الأخيرة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بإلزام وزارة المالية بتوطين رواتب الأقليم، لأن هذه القضية قضية إنسانية، فانقطاع رواتب موظفي الأقليم هذا أربك الأمور الداخلية وسبب أزمة داخلية. لكن موضوع أنه هنالك الشركات النفطية العاملة في أقليم كردستان هي تكبدت خسارة، الآن أصبح عبء كبير على الحكومة المركزية، لأنها سوف تقوم بعد أن تقوم يعني ديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية بتدقيق رواتب موظفي الأقليم بإضافة حوالي 650 ألف موظف إلى الموازنة العامة، وبالتالي مع ارتفاع النفقات التشغيلية وتوقف الصادرات عبر أقليم بحوالي 450 ألف برميل سوف تشهد الموازنة ضغطا كبيرا. والكل يعلم أن الموازنة العراقية هي دائما تتعرض إلى الصدمات نتيجة تقلب أسعار النفط، والضغوط المالية كبيرة على الموازنة، خصوصا أننا يعني الفترة الماضية تم إقرار أكبر موازنة في تاريخ العراق بعجز تقديري 63 تريليون دينار. فبالتالي أن موضوع عودة الصادرات عبر ميناء جيهان، الصادرات إقليم كردستان وخضوعها لوزارة النفط العراقية سوف يساهم في زيادة الإيرادات المالية وبالتالي تغطية النفقات العامة. خليني أسألك عن البيان خبراء صندوق النقد أيضا في بخصوص العراق اليوم، الحديث عن الحاجة إلى زيادة الصادرات غير النفطية، خلينا نبعد شوي عن الملف النفطي، ولكن أيضا الحديث عن التوقعات بأن يرتفع العجز أو يتضاعف الدين العام في العراق من 44% من الناتج المحلي في 2023 إلى 86% في 2029. في ظل كل هذه الثروات الممكنة، لماذا هذه المخاوف من تفاقم العجز إلى هذه النسبة؟ ما هي المبررات التي أعطانا إياها؟ سيدتي الكريمة، الاقتصاد العراقي هو اقتصاد يعاني من اختلالات كبيرة، وهو مخرب نتيجة أحداث يعني سابقة، نتيجة الحروب، الاضطرابات السياسية، الأوضاع الأمنية، الصناعات الوطنية أغلبها متوقفة. الآن جل الاعتماد هو على الصادرات النفطية، وهي التي تغطي النفقات العامة. المطلوب الآن من عندنا كبلد أن نتجه إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ونحن نمتلك موارد كثيرة هي قابلة للتصدير، ولدينا صناعات ممكن أن تعود إلى الأسواق العالمية. العراق كان سابقا من مصدري البتروكيماويات والأسمدة، الآن نحن لا نصدر هذه المنتجات، وهذه المنتجات لها ارتباطات لصيقة بالصناعة النفطية، ولكن أصبحنا مستوردين.
بالنسبة لموضوع الدين المحلي، الدين الداخلي هو في ارتفاع مستمر نتيجة أنه تغطية الإنفاق العام، أما الدين الخارجي فهو الآن في حدود مقبولة، لكن العراق هو الآن في فترة سداد يعني دين خارجي، لدينا ديون خارجية هي نتيجة القروض التي حدثت عام 2014، فهذه هي فترة السداد، ومتوقع أنه إلى العام 28 سوف نسدد يعني بحدود 20 مليار دولار. نعم، شكرا لك بسام رعد، الباحث بالشأن الاقتصادي العراقي وعضو في نقابة المحاسبين والمدققين، كنت معنا من بغداد، أهلا وسهلا بك. إلى أسواق الكريبتو التي ما زالت تشهد زخما شرائيا، دعونا نلقي نظرة على أداء العملات المشفرة. ارتفع سعر البيتكوين في الفترة الأخيرة، يعود ليرتفع، الصبح كان نازل البيتكوين والإيثيريوم، الآن يعود للارتفاع. نذكر أن هذه الأسواق تعمل في عطلة نهاية الأسبوع. على كل، الطلب المتزايد على الخيارات دفع بسعر العملة إلى بلوغ مفترق طريق، إما حسب بعض المحللين هبوط بعنف أم استمرار التحليق. سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد لحظات، خليكم معنا. إذن وعدتكم أنه رح نحكي بتفصيل أكثر عن العملات المشفرة، أسواق الكريبتو، معنا المحلل المالي محمد زيدان اللي بيعرف أكثر مني بكثير بهي المواضيع. على حد ما كريبتو لحد ما صعب، ولكن واضح أن الزخم الشرائي مستمر على العملات الرقمية بدون توقف، والأسواق كلها بكل أنواعها تراهن أن هناك قمم قياسية جديدة على العملة الأكبر هي بيتكوين. مبدئيا، ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع استمرار بيتكوين؟ أول حاجة ارتفاع الطلب. أمامنا صافي التدفقات النقدية لصناديق الأسهم المتداولة الجديدة الآي شيرز التي تتبع البيتكوين بشكل كبير، واضح منذ بداية يناير، والأسواق أو الطلب يزداد من الأموال الجديدة، الأموال المؤسساتية. البنوك دخلت هذا السوق ودخلت، والسوق متفائل بأنه يستمر. ارتفاع الطلب مصحوب أيضا بانخفاض المعروض عن طريق تنصيف البيتكوين المتوقع في شهر إبريل، والنمط التاريخي المتكرر، كل تنصيف دايما بنشوف بعدها مكاسب مرتفعة، ولكن هذه مرة مختلفة، هناك أموال جديدة مع تنصيف جديد، وبالتالي البيتكوين يختبر مستويات محورية. من الناحية الفنية، البيتكوين بيستمر في ارتفاعاته ومكاسبه بزخم شرائي مستمر في جلسات نهاية الأسبوع أو حتى خلال الأسبوع. أمامنا مستوى 61,000، الآن اخترقنا 62,000، ولكن هذا يأتي تكلفة مرتفعة، ارتفاع التقلبات. الأموال الذكية أو ما أطلق عليها الأموال الأذكى في سوق المال هي عقود الخيارات. عقود الخيارات ترجح فكرة أن هناك قمة قياسية جديدة عند مستويات 70,000 و75,000، والأكثر تفاؤلا في سوق المال أو وول ستريت يرى 100,000 ليست بعيدة، 100,000 ممكن نحققها في 2024، أيضا مدعوم بارتفاع الطلب وانخفاض المعروض وانخفاض معدلات الفائدة ومعنويات إيجابية في وول ستريت، كلها تدعم البيتكوين بشكل كبير، وشايفين الارتفاعات السريعة للبيتكوين، ودائما تعودنا على الارتفاعات السريعة. البيتكوين عندما يحقق قمة قياسية دائما تأتي بزخم شرائي كبير، ولكن تكلفة دائما فكرة أن التقلبات مرتفعة. السيناريو الصعودي من ناحية البيتكوين مستمر مدام إحنا أعلى مستويات 50,000، مستويات دعم على المدى القصير. الإيثريوم ليس بعيد، أيضا الإيثريوم يختبر مستويات محورية، 3500 دولار لكل كوين هو مستوى محوري، الآن عن 3400 دولار، دخلنا في مرحلة تصحيح في شكل قناة سعرية صاعدة اخترقناها مع تدفق الأموال الجديدة، وبدأنا نشوف اختراق 3500، اختراقها واستقرار أعلاها ممكن يدفع الإيثريوم يختبر القمة القياسية. أي نعم الإيثريوم أبعد شوية من القمة التاريخية مقارنة بالبيتكوين، ولكن عوامل البيتكوين تدعم.
بيتكوين كاش من العملات الكبيرة ومن العملات الأفضل أداء منذ مطلع العام، 85% مكاسب منذ مطلع العام فقط، واللي شفنا آخر 12 شهر اقتربنا من مكاسب 400%، ولكن الاتجاه الفني هو اتجاه صاعد جديد. البيتكوين كاش كان في نطاق سعري طويل ما بين 100 دولار و 400 دولار، نطاق سعري مكون من 300 دولار، بالتالي من ناحية فنية اختراق 400 دولار معناه أن المستهدفات تكون عند 700 دولار على قد النطاق السعري، وبالتالي هو يتوافق مع مقاومة محورية عند 750 دولار 700 دولار، ولكن الفكرة أن هو خرجنا من فكرة الاتجاه أو نطاق العرضي، أي بدأنا اتجاه جديد على المدى المتوسط. الفرص كثيرة في العملات المشفرة أو مايا بشكل أو بآخر، ولكن تكلفتها دائماً امتى هيطلع ما نعرفش اجابه السؤال دوت وتقلبات المرتفعه. هو السؤال مش بس امتى هيطلع، يعني لما نحكي على العملات المشفره محمد، في عملات اسعارها بعدها بالسنت والسنتين وثلاث سنتات، هل هي يعني خيار ناجح بالنسبه لبعض المستثمرين لان ترتبط بهذه العملات الايثيريوم والبيتكوين والبيتكوين كاش، ولا لا بعيده غير النظام؟ هي بتستفيد من فكره الزخم المنتشر نحو البيتكوين بشكل او باخر، لان البيتكوين هي ممكن نقول تاج العملات الرقميه، فارتفاع بيتكوين فده. ولكن هو بيكون مش اختيار جيد لانه هو دايما بيكون جزء مضاربي كبير، ان ساعات بعض العملات دي مختفي عنها اساسياتها مش موجوده. بنفضل دائما العشره الكبار من ناحيه القيمه السوقيه بدايه من بيتكوين لغايه سولانا، فهذه عملات مفضله من قبل الاسواق والاكثر متابعه، ولكن دائما بناخد الاتجاه مع بيتكوين. السؤال مايا 100,000 السنه دي ولا 100,000 السنه الجايه؟ هذا اللي بدنا ننطره. شكرا لك محمد زيدان المحلل المالي للشرق. شرق غرب مستمر معكم، وفيه بعد الفاصل 75% من شركات مؤشر S&P 500 تحقق أرباحا تجاوزت توقعات المحللين بالربع الأخير من 2023 بعد قليل. أهلا بكم من جديد. عزز موسم الأرباح الأخير شهية المستثمرين في مواصلة ضخ الأموال في سوق الأسهم رغم القلق بشأن أداء الاقتصاد وتوقيت خفض الفدرالي لأسعار الفائدة. مع صدور نتائج جميع الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 تقريبا، فقد حققت أرباح الربع الرابع نموا بنحو 8% مقارنة مع توقعات بارتفاع قدره 1.2% قبل بدء موسم النتائج. وبحسب بلومبرغ انتليجنس فإن 76% من الشركات حملت نتائجها مفاجأة إيجابية، ما يعني تفوقا على متوسط العشر سنوات والبالغ 74%. في السياق ذاته خطفت انفيديا الأضواء باعتبارها صاحبة أبرز نتائج خلال الربع الأخير من العام، فقد فاقت التوقعات وقدمت نظرة مستقبلية قوية خففت من مخاوف احتمالية تباطؤ نمو الذكاء الاصطناعي على المدى القريب. أرباح الشركة دعمت الشركات السبع الكبار أو الماجنيفيسنت 7 ليرتفع مجموع أرباحها بنسبة 59% في الربع الرابع. ينضم إلينا من القاهرة عاصم منصور كبير استراتيجيي الأسواق في أوربكس. أهلا بك يا عاصم. لدينا الكثير في أجندة الأسبوع، الأسواق هذا الأسبوع. نبدأ من شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول النص سنوية أمام الكونغرس، ماذا نتوقع منها؟ مساء الخير مايا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا الأسواق تستعد بشكل يعني مثير للاهتمام لشهادة جيروم باول، والذي من المتوقع أن يتمتع بنبرة حيادية إزاء إعطاء إشارات واضحة للأسواق حيال مسار معدلات الفائدة. يعني إذا نظرنا إلى التصريحات الأخيرة من قبل أعضاء الفيدرالي الأمريكي سنرى أنها تؤكد بأنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يثق في استمرار تباطؤ معدلات التضخم نحو الهدف المستهدف 2% قبل الحديث أو الإشارة أو التلميح حتى لخفض معدلات الفائدة، وأن الطريق لصعوبة تحقيق هذه الأهداف سيكون وعرًا. وبالتالي النبرة الحيادية ستكون هي الخيار المفضل من جانب جيروم باول، حتى يعني إذا نظرنا إلى البيانات الأخيرة نحن نتجه، مع أنه التصريحات التي نسمعها من العديد من المحافظين والأعضاء في الفيدرالي كلها باتجاه أنه من المبكر جدا الحديث عن خفض لأسعار الفائدة الآن، هل نتوقع أن يقول شيء من هذا النوع؟
نعم أتوقع ذلك، ولكن هل الأسواق ستصدق تلك أصدق إيه؟ التصريحات؟ لا صح أتوقع ذلك. صحيح، لأن أغلب البيانات الاقتصادية يعني نحن بتنا نقترب من أهداف التضخم 2%. نتحدث عن فرق الإنفاق الاستهلاكي الشخصي كان في عام 2022 مايو حوالي 7%، حاليا 2.14 نقطة مئوية، معنى أن الفرق ليس كبير. أيضا هناك تخوف من الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي سيفقد الزخم النمو الحالي، وأن أغلب النمو الحالي كان مدعوم بالإنفاق الذي أيضا كان مدعوم في الأساس بالتحفيزات المالية الكبيرة التي تم ضخها بعد جائحة كورونا، وبالتالي هو نمو مدعوم بزيادة عجز الدين، وبالتالي لن يستمر هذا النمو بهذا الشكل. ولكن طبعا وتيرة خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة ستكون تدريجية جدا وليست بالشكل الكبير على عكس دورات التسهيل الماضية. طب كمان ناطرين خلال هذا الأسبوع تقرير البيج بوك الذي سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي من الفيدرالي، وكمان لدينا بيانات الوظائف وتوقعات بنمو أو المزيد من النمو، خاصة بعد أن كانت الأرقام في فبراير أفضل من التوقعات. شو متوقع، ماذا ننتظر خلال هذه الفترة؟ ماذا ننتظر من هذه الأرقام وماذا ننتظر من البيج بوك؟ القطاع الغير الزراعي مايا أضاف حوالي 240 ألف وظيفة في المتوسط منذ يونيو الماضي، وبالتالي هناك يعني حالة من الارتياح من قبل الفيدرالي الأمريكي وتجنب مخاطر الركود. ولكن من وجهة نظري أتوقع أن نشهد تباطؤ مستمر في معدل إضافة الوظائف، حتى التوقعات تشير في الوقت الحالي إلى إضافة 190 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة عند 353 ألف وظيفة. وأيضا الخسائر الكبرى ستكون في القطاع التكنولوجي الذي بالرغم من أنه يلفت أنظار الأسواق بالمكاسب الكبيرة، ولكن هناك حالة من يعني التسريح الكبيرة للموظفين في القطاع التكنولوجي لاستثمار تلك التكاليف في الذكاء الاصطناعي والأرقام الإلكترونية، وبالتالي سيضغط ذلك على يعني معدل إضافة الوظائف. القطاع الخدمي هو القطاع المنقذ للاقتصاد الأمريكي، رأينا أيضا يعني اتجاه من القطاعات السلعية إلى القطاعات الخدمية، وهذا واضح أيضا في معدل ارتفاع الأسعار أو حتى مكون التوظيف الذي عاد للنمو. وبالتالي الفيدرالي الأمريكي سيعلق بأن الاقتصاد لا يزال يحافظ على وتيرة النمو الجيدة، وأننا نتجه إلى الهبوط الثالث الذي كنا نتحدث عنه العام الماضي، وأن وتيرة خفض معدلات الفائدة ستكون بسيطة جدا، وأنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. تركيز الأسواق حاليا بات يركز على مدى إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الوقت، وليس احتمالية الخفض أما التثبيت. طب ذكرت أنه القطاع الخدمي هو المنقذ ربما للاقتصاد الأمريكي، وأضفت قطاع الصناعة. في المقابل بالاقتصادات الأوروبية قطاع الصناعة ربما هو الذي يثقل الاقتصاد الأوروبي. نترقب أيضا اجتماع المركز الأوروبي خلال هذا الأسبوع، وأي مؤشرات ستعطينا عن متى يمكن أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة؟ ما رأيك كيف ستتعامل لاغارد خلال هذا الأسبوع؟ صحيح، ما يمكن الأسواق أيضا باتت تركز على توقعات الاقتصادية التي ستصدر عن المركز الأوروبي. مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الأولية جاءت أعلى من المتوقع، لكنها أيضا شهدت بعض التباطؤ الذي كان يعني خيب توقعات الأسواق. ولكن من وجهة نظري أتوقع أن المركز الأوروبي سيقوم بخفض توقعاته لمعدلات التضخم، وبالنسبة لمعدلات النمو أيضا قد يكون هناك تغير طفيف. وخفض توقعاته لمعدلات التضخم يعني أنه بات يقترب أيضا من خفض معدلات الفائدة، على عكس الفيدرالي الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي قوي جدا مقارنة باقتصاد منطقة اليورو، بالتالي المركز الأوروبي في حاجة أكثر بكثير من الفيدرال الأمريكي لخفض معدلات الفائدة، ولكنه في الوقت الحالي ينتظر الإشارة من جانب الفيدرال الأمريكي لبدء وتيرة التخفيض للحفاظ على يعني كما نعرف سعر صرف اليورو أمام الدولار. طب بما أنه بعد معنا مجال لأسألك بعد سؤال، بدي أرجع لموضوع الأسهم في الأسواق الأمريكية وأسألك عن الماجنيفيسنت 7 ونتائج الأرباح والتوقعات التي يمكن أن نراها. يعني بالنسبة للماجنيفيسنت 7 ارتفع مجموع أرباحها بنسبة 59% في الربع الرابع في S&P 500. في هذه الحالة ماذا نتوقع برأيك؟ هل رح تستمر هذه النتائج المفاجئة مثل ما شفنا بإنفيديا وغيرها، ولا رح تهدى شوي في 2024؟ ما هي قراءتك للتأثيرات؟ أتوقع مايا أن نستمر في تحقيق المزيد من المكاسب، ولكنها لن تكون مكاسب كبيرة جدا. يعني كما اعتدنا عندما يكون هناك حالة من التفاؤل العام في الأسواق
تدخل اموال جديده، يعني كما اشرت منذ قليل حتى في سوق العملات المشفره او اي سوق مالي حاله التفاؤل تجذب المزيد من الاستثمارات، ولكن بمجرد حدوث تصحيح حتى ولو بسيط تحدث حالات تصحيح عنيفه قويه جدا. وكما اشرت ايضا الاسواق لديها شهيه مخاطره مرتفعه في الوقت الحالي مع تسعير بدء خفض معدلات الفائده، ولكن بمجرد يعني البدء في خفض معدلات الفائده واكتشاف الاسواق باننا لن نعود الى مستويات منخفضه ستكون المقوله المسيطره هي يعني باي ذا رومر اند سيل ذا فاكت. وكما ولكن يعني هل سنشهد تراجعات عنيفه قويه جدا؟ لا اتوقع ذلك، يعني كما قال برنانكي مايا سابقا we are not opted out to save Main Street ولكن we have to save Wall Street to save the Main Street، بمعنى ان Wall Street هي يعني هدف بالنسبه للفدرال الامريكي للحفاظ على مكاسبها للحفاظ على وتيره النمو الاقتصادي الامريكي. طب برايك اليوم ما دمنا نتحدث عن وول ستريت، هذه سنه انتخابيه، يعني هناك العديد من الاستحقاقات امام الشركات والاسواق وايضا صانعي السياسه. اليوم هناك ضغط من قبل الديمقراطيين على الرئيس الامريكي، هل ستتمكن وول ستريت خلال هذه السنه برايك من التدخل سواء للضغط او للدعم؟ صحيح، التخوف الأكبر مايا من هو عودة ترامب مرة أخرى إلى أو بالفوز بالانتخابات الرئاسية، وحتى هو قالها صراحة عندما قال عندما أفوز بالانتخابات الرئاسية سأقوم بعزل جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وذلك لأن ترامب معروف بأنه من المؤيدين جدا لسياسات عاصم للأسف خلص وقتنا، يعني ما راح أقدر خليك تكمل. عاصم منصور كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس كنت معنا من القاهرة، نهاية شرق غرب، إلى اللقاء. We'll be right back.